قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. لافير مهمة بزاف. الغوفيرنور براسو معايا اللي تبغي يعرف شنو كاين. هذا عزيز ضمير راجل مهم على هذا الحساب. اللي كتسير شركة ديال 700 مليون ديال الدرهم وكتوكل 3000 عائلة سي نورمال. الله يخليكم. هذا ما كان جريمة وأي أنديس وأي أمبرانت يمكن يضيع علينا. الله يخليكم ما تسناو في الكولوار. شكرا. حميد دينا بريستول. ما عمري ما سمعت هاد السمية هادي. رحت للكول. للكول؟ الريحة. سي نورمال يكون دير ريحة بحال الناس. ما غاديش يدير ريحة العيالات. العيالات؟ ندير شغل. قول لي يا سيدي ياك ما مسكينه طرا ليها شي حاجه. غير دخلي فحالك داكشي اللي قلت لك ديريه. الله يرحم الوالدين. يلا سير. Thank you.
زي اللوحة. تفضلي. أويس يا هجامي. تفضلي. الشفات ديالي كيهنيوك على الخدمة اللي قمتي بها في علوح، وحتى أنا كذلك. هذاك الشيء علاش عندنا هاد القضية جديدة وأنك تكلفي بها. عزيز ضمير، 55 سنة، بريزيدون ديريكتور جينيرال ديال ضمير انفست. عاد تعرفت عليه، كيبان ليا بلي راجل مهم. سيت سمحي لي، سيت بانك كتعاني من سبازم وفيني. 300 مليون ديال الدرهم مشروع سكني ضخم خاصته الدولة. أنا هنا غير باش ندير لي زاناليز سي بنطاقي، وندرس لي زاناليز كما كان جريمة. أوفيسي حجامي، ملف ضمير لفاتك به الإدارة العليا، لأنه موضوع حساس وكومبليكي في نفس الوقت. ما فهمتش السي بنطاقي، معايا دي كولاغ في الشرطة القضائية يحسن مني وتقدر تكلف بهاد القضية. ما فيهاش هذاك الشيء، اش غادي يساعدوك في هاد القضية ديالك؟ واخا غنهضر مع الكوميسار غامض. كوميسار راميد مابقى الشيف ديالك، خرج تقاعد هاد الصباح، عينا بلاصتو كوميسير جديد رضوان بن دحمان. اوفيسي حجامي، كاين مشكل عندك تحيدي من بالك. الصحافه كاين بزاف ديال الصحافه اليوم اللي كتقلب على الفضايح ولي سكوندال باش يعمروا لي جورنو ديالهم ويبيعوهم. سي بنطاقي علاش انا؟ يقولوا كاين الناس الفوق كتعجبهم الخدمه ديالك. زين كيسانو الملفات راه صيفطهم للابوراتوار باش يعطونا لي زومبرينت، غدا يكون عندنا خبر. شنو هادشي؟ الشرطه العلميه راه تكرت الدوسي دامير. منين تاتش؟ ثلاثة ديال الدقايق. هاد الدوسي مهم على الشافات ديالنا. فين مدام دمير؟ مشاو البوليس يوصلوها. ما كرهتش نعرف فين الطرفة كدير. شاكا فيها حتى هي؟ لا لا بغيت نعرف وصافي. قولي يا حميد، انت عارف بأن الشاف جديد؟ كوميسير ديفيزيونير دول بن حمد والمكناس. عوال باغي يبدل الخدمه ديال البوليس، خصوصا السيرفيس ديالنا الشرطه العلميه والتقنيه. ما كيشوف بعيد هذا السيد. على حسب داك القرارات وداك ليسونس داناليز اللي كان عنده ليه بها كان باين فيها بلاصتو. كوميسار ديفيزيونير عدوان بن حمد. لجنة القضية هي 23 عام كتقرا في كلية الحقوق بن سليمان. هاد البنات المساكن كيعيشوا في مدينة كبيرة، كثر عليهم المشاكل معلوم، كيتقهروا. صعيب كيفاش تقولي لدارهم بنتكم انتحرت؟ وشكون اللي قال لك بلي انتحرت؟ كيفاش؟ الدم ديال المشجيد على ديال البنت. ما فهمتش؟ أوفيسي بركات، راه ما يمكنش للمش يكون انتحر من بعد مولاته. والبنت ماتت قبل المش، ما
اهلا بالشرطه العلميه. وفيسي حجامي وفيسي حميد اكوي فماراسكا عاوتاني هنايا ديما موجود السي كريم في خدمه الخبر والقارئ. قارئ تقدر تقول شي واحد اخر؟ ما غاديش نجاوبك. قول لي يا كريم شري شي شامبوان يا صاحبي راه كشر عندك بزاف. وفيسي حميد تعجبوني الكرافات ديالك. السي كريم كاين شي ما نقضيو؟ ديريكتور ديال دامير انفيست اللي كان غيبني 300 دار 300 عائله فلوس ديال الدوله مات. الراي العام من حقه باش يعرف شنو طرا ولا عنده الحق باش يعرف شنو طرا، ولكن دابا نقدر نقول لك حتى شي حاجه. اجي ولكن على الاقل تقدري تاكدي لي باللي السي دامير مات. مات الشرطه العلميه كاين انا باش ندير خدمتها في القضيه الاخرين. ما تقولوا ليش باللي الشرطه العلميه تتصيف احسن ما عندها باش يحقق الجريمه على والو. كريم ما بغيناش نقولوا لك اصاحبي فين سقتي جريمه. شكون هذاك صاحبي على جريمه؟ هذا الريداكتور الشاف ديالي. الو فريد، انا هنا مع اوفيسي حجامي واوفيسي حميد وتيقولوا لي باللي السي ضمير ما ماتش مقتول، زلق في الدروج ولا طاح على راسه ولا كريم زلق على جلد البنات. كريم هاد شعرتك دابا غتدخل لدارك تاخذ لك واحد القهوه ونعيط لك ملي يكون عندي شي اخبار. واخا كريم ما تنساش الشامبوان. اوفيسي حجامي ما قلتلكش بلي اختي قرات المقال اللي كتبت عليك على القضيه ديال عين اللوح؟ عجبتيها بزاف بغات تولي بحالك فاش تكبر. كريم كريم
شهدنا باللي مهدي عتيق كان في دارو ذاك النهار، مراتو والجيران شاهدين في هاد القضية. هذاك الشيء اللي قلت انايا. وبالنسبة للريحة وليزون بخات غدا يكون عندنا الخبر. وصاحبنا السيد أمير؟ مازال كنتسناو الرخصة باش نديرو الأوتوبسي. كيبان ليا اللي عندك بزاف ديال الأسرار السيد أمير. زين بالي لي بلي خصك تمشي ترتاح واحد شوية. أنا غادي نمشي. صباح الخير. حميد صباح البيرو ديالو مع 9:15 حتى الليل. هلتي عاتي 45 عام صاحبنا كريم ما نضيعش وقته.
كيفاش نوصلوا حميد لي زومبرانت والريحه؟ دابا شو غادي نعرف؟ طريق هلال كيف غادي داكشي تاع الانترنت كيموت على لي زومبرانتر. ثلاث شهور وما حاديرو دابا لقاوه داخل في السيستيم ديال بنك المغرب. واتونسيون الانتربول كلاسي 5 parmi les plus dangereux pirates qui vivent là. Ça brasse au Bill Gates. Zineb, Samia. Ça va Hamid? Ça va, tu as bien salé? Alhamdoulilah. Qu'est-ce que j'ai dit de Samia? Taliba à la fac de droit. Ou ma عندي الشك. البنت ما انتحرت. وانتوما حنا شادين هاد القضيه شويه مع نكشه وماشي بعيد يولي عندها شي بعد سياسي. هي قريت صاحبنا الصحفي ديما في الوقت. لا خليها هذاك. كنت بغيت نسول الحاج الجامي تبعت القضيه عين اللوح. خدمه مزيانه تبارك الله عليك. ميرسي مون كوميسار مي لا جوندارمري رويال ساعدتنا بزاف. شوفي عندي اخبار هذاك صحفي سميتو كريم بن عبو. كريم بن عبو شتو كيعرف بزاف على القضيه ديالنا. هادو هما الصحافه سي بنطاقي تعرفوا بزاف ديال الاسرار وحنا ما قلنا له حتى شي حاجه. ما قلت والو. فين وصلتوا في هاد القضيه؟ الكوميسار باقي الحال باش نعرفوا شنو جرى كنتسناو لوتوبسي. اوفيسي حجامي واش ما كيبان لكش بلي ضيعنا الوقت بزاف في هاد الدوسي؟ انا اللي بغيت نعرف هو علاش مازال ما شديناش هذاك المهدي عتيق؟ سي بنطاقي هذيك الليله مهدي عتيق كان في دارو جيران شهود محال يكون هو اللي قتل السيد امير. هاد السبان وهاد الهيلاله كلها سي بنطاقي المكانه اللي كانت عند السيد امير كل واحد في الدنيا يبغي يمحيه من الكره الارضيه. نبغي يكون عندي جميع الاخبار اللي كتهم هذه القضيه هذه في اقرب وقت. بيان سور مون كوميسار. خاصني قرن باش نلقى هذا الشيء. هذوك الكيسان راه ما فيهم حتى شي يوم خانت ولكن داك الميل اللي لقيناه فوق البيرو ديال سيو دامير فيه جوج ولا ثلاثه. ولكن هذيك العشيه راه دخلوا عنده بزاف ديال الموظفين. والريحه صعيبه شويه صيفطنا لها سبيسياليست اللي مولا غدا يكون عندنا الخبر. خاصنا نزربوا على داك الشيء. قول لي يا حميد هذاك اوفيسي حميد؟ وي هذاك الريستورون بريستول شفت شحال هادي ومولاه هو مصطفى براده. مصطفى براده؟ مصطفى براده ولكن كاين واحد المشكل. شنو هو المشكل؟ مصطفى براده خلا مرا لا ولاد وعلى حساب اللي تخافي عنده في عنقو السيد مخرج قمية الحرب صحاب لهم الحوت اللي غيتكلف به. انا تيبان لي بان هاد لافير ديال ضمير مازال مخبيه لنا مفاجات. شنو نديرو دابا؟ هادي عتيق واخا مابقاش بعد الزين متهمين يقدر يعرف بزاف ديال الحوايج على ضمير مازال. الضحيه الثانيه هادي اللي عندكم غادي يبدا تتعقد.
سي اوفيسي زين حجامي من الشرطه العلميه. الشرطه العلميه؟ ولكن البوليس راه كان عندي وسولني بزاف ديال الاسئله اللي جاوبتهم عليها. اش بغيتو عندي؟ سي عتيق عرفنا بلي ما عندك حتى شي علاقه مع المنتج سي دمير، ولكن خصنا لابد نطرحوا لك شي اسئله اللي غادي تساعدنا. سي عتيق ما نخرجش مختك بزاف، عرفنا لك مشغول. دخلوا. شكرا. سمحوا لي على هذه الروينه، من نهار اللي جرى عليا السي عز ضمير والمراه عندي هي اللي خدامه، وانتم كيف ما كتشوفوا انا اللي مقابل الدراري. ماشي عيب، الراجل وليت هلا في دارو سيمتي. قول لي كنتي مسؤول على الديبارتمون اشاف في ضمير انفيست، ودابا وليتي كتبريزونتي مطرودين في الشركه. اذا ما خفت نكذب السي ضمير وليت كلف الطرف ديالك شخصيا. سيد البيت فاش تلعبي باغي نهضر مع هاد الناس. تفضلي لالا. انا راه ماشي مشاغب ولا توري حمق كيف ما كيقولوا شي خدامه معايا، ولكن في الاخر عرفتم علاش كيتكلموا بحال هكذاك؟ باش يبقاو محافظين على خدمتهم ويتقربوا من الباترون اكثر. باترون اللي كنتي كتهمو بزاف ديال الحوايج. كتهضري على الكلام ديالي في الجورنال اللي كيدير منك متهم الاول. سي عتيق انا ما متفقش مع السي ضامر على بزاف ديال الحوايج، ولكن باش نقتل شي حد لا. شنو طرا؟ ضمير كان بحالو بحال الباترونات كاملين، جنس واحد. نهار يبغيو حاجتهم ما تسمع منهم غير سيدي حبيبي مرحبا ويبرعوك بالعرضات، ولكن غير المصالح ديالو تدخل في الحساب ما يعقلش عليك. ولكن تعتق الجرائد كيقولوا بلي كنتي عزيز عند سي ضمير، كنتي احسن موظف عنده في الشركه. حتى النهار اللي ما بقيتش متفق معاهم في الافكار ديالهم. ديالهم كان كيسحب لي بلي كاين غير راجل واحد في هذيك الشركه اللي كان ياخذ القرارات، عزيز ضمير. هذا الشيء اللي كان كيسحب لي حتى انا، ولكن ضمير انفيست كان تحت ضغوطات. ما فهمتش السي عتيق. ضمير انفيست كان عندها بزاف ديال المشاريع، مشاريع كبيره. نهار اللي كانت عندي المسؤوليه على الديبارتمون داشا عرفت بزاف ديال الحوايج، ولكن السي ضمير ما كانش كيبغي يسمع الخدامه ديالو، كيسمع غير الناس اللي دايرين به. الناس اللي دايرين به، شكون هما هاد الناس اللي كانوا دايرين به؟ حنان راه في بيتهم، وفي سي حميد وفي سي حجامي من الشرطه العلميه. الشرطه العلميه؟ واش بغاو يديروا الشرطه العلميه عاود؟ جاو يسولونا عاود ثاني على قضيه ضمير. وبارك علينا، البوليس راه مسولوه البارح، داكشي اللي كيعرف قالوا لهم، وانا كنت معاه، راه ماشي هو اللي قتلو. ويلي الوالده والوالده ما كيتسناونا بالغدا. الله يخليك اسي عتيق، قولي داكشي اللي كنتي غتقولي لنا.
لا سمح لي يا سيدي، الوالده كتسنانا بالغدا دابا. ولكن هادشي اللي كنديرو راه مهم. ما كاينش ولكن سيدي. قول لي بعدا، انت مجوج؟ انا لا. ايوا سيدي، انا راه عندي جوج ديال الاولاد، وهانتوما كتشوفوا في الراجل خرجوه من الخدمه. هاد الهضره اللي كيهضر بزاف راه هي اللي دارت لنا المشاكل. لا لا، راه الا جينا راه جينا لمصلحه راجلك. راجلك عنده شي هضره خصو يقولها لينا. الله يخليك. جرب توكل عائله وتشوف ديك الساعه شنو اللي مهم وشنو اللي ماشي مهم. سمحوا لنا خصنا نمشيو. قالوا ديولك. شكرا سيدي. الله يخليك يا سي عتيق. حميد راه السيده عندها الحق، راه تعطلوا على الغدا. لالا سيدي شكرا، سمحوا لنا بزاف. زين برا خلنا. حميد راه غايقول لنا. حميد زين ما فهمت عجرتين. السيد دابا كان غادي يقول شي حاجه مهمه. هاك قرا. شنو هادشي؟ مالي عاتق عطانا الجواب اللي بغينا، اللي مراته كانت كتهضر معانا. حسن بوتونس، احمد الرئيس، ومصطفى برار. السميات ديال هذوك الناس اللي كانوا في البيرو ديال السيد امير. مصطفى برار صاحبنا اللي حول البحر هذا الصباح. البريستور كانت غير واجهه. مصطفى برادة كان مخزن من مراهات بزنيز اخر. بغيت تقول لي على دروب؟ شكرا. ماشي لا دروب، كانت يغسل الفلوس. الشرطه الاقتصاديه كانت كتقلب عليه. ولكن صحابو وصلوا ليه قبل منه. سيكتور ترونسبير للبحر. احمد الرئيس وحسن بوتونس، ما تقولي ليش ما تستعرفيهمش؟ ايه ومن بعد؟ كيفاش ومن بعد؟ هذوك اللي راه بالرمانيين، كاين شي واحد يقدر يوصلهم؟ حتى واحد ما فوق القانون في هذه البلاد السي كريم. ما كرهناش. اش غيطلع واحد المقال واعر؟ برلمانيين متورطين ولا عرفتي شنو؟ غنكتبو بالدارجه برلمانيين متورطين في غسيل الفلوس وغنزلها في الصفحه الاولى. ما تزربش، راه متخيم حتى شي حاجه سمعتي؟ وانا شنو غنكتب؟ عندك شي حاجه ليا؟ واحد المريض سد على مراته في بلاكار
3 سنين في الناحيه ديال اسفي. البوليس راه في الطريق باش تقلب عليه في البلاكار. واش هاد الناس حماق ولا تصطا ولا شنو؟ اوفيسي حجامي، ما قلتلكش بلي اختي قرات المقال اللي كتبت؟ عارفه الكاسيطة كريم، باغا دير بحالي منين تكبر. يلا بسلام عليك. فريد اجي قول لي عندنا شي مراسل في اسفي. عجبتيني البارح التدخل ديالك كان محلو. ياك اسيدي مازال ما شتي والو، مازال ما عجبك الجو. كون هاني السلام عليكم. اوفيسي حميد اوفيسي حجامي من الشرطه العلميه. الله يخليك، بغينا نسولكم على السي مصطفى برادا. السي برادا لقيناه ميت ولا يحول بحال هكا الصباح. انا نعرفو. لا لا، السي برادا مولف هاد المحل هذا، كلشي الناس كتعرفو. ولا سولتينا على اخر مره شفناه شي سيمانات ولا ثلاثه. تماما. الشرطه الاقتصاديه كانت تتقلب عليه ومن بعد. اسيدي واش عرفتوا راسكم عمركم كتهضروا؟ مع جوج برلمانيين ديال البلاد. ودابا كنطلب منكم الله يخليكم تخليونا على راحتنا. وين هي المشكلة هذه؟ بلا ما نحتاج نفكرك اسيدي بلي كتهضر مع الشرطة العلمية. الشرطة العلمية؟ واش عرفتي شكون؟ دوك اللي كيديروا التحليلات وكيقلبوا البصمات وكيديروا التحليل حتى الشعر. يلا تفرج واحد الفيلم ديالهم هاد السيمانة. جلسوا تاكلوا معنا شي شوية ديال الحوت. شي حوت ماركة رفيعة هذه. حق نسيت. الضمان ديالهم ما كتسمعش فيهم باش يدخلوا بحال هاد المحلات. زوينة. ريح هاد السي اوبيسي اش؟ حميد حميد تفضل ما بيك تفضل. وعلى حسابنا ريح. لا لا سمحوا لي، الضمان ديالي ما كتسمحش باش ناكل في هاد الريستورون. بون ابيتي. يا ودي الشرطة العلمية الله يعلم اخويا الله يعلم. البرلمانيين حسن بوتونس وحمد الرئيس. ما تسرعوش. انا عيط لك الملك. البصمات راه عصيتنا من كوميسير البوليس لاميريك فاست باش يجيبوا البصمات ديال كاع الموظفين الشركه. خاصنا ناخذوا حتى البصمات ديال مدام الامير. ما فيها شك؟ لا لا باش نتاكدوا وصافي. اديروا خدمتكم. ميرسي مون كوميسار. اوفيسي حجامي. وي مون كوميسار. تحدي ما فوق القانون. تحدي. يا مون كوميسار. يا سيدي راه طيحتي شي حاجه. اش داكشي؟ وقيلا ما سمعتينيش اسيدي. هو الله يخليك جمع زبيدي. سيري لعندك شي ما تقضي. سيري يلا الله يعاونك. مشكلة هادي شنو عاوتاني؟ غادي تهبط الله يخليك جمعت شي درت زنقرة ماشي زبالة سمعتي؟ واش ما عندك ما ديري؟ سيري عيط للبوليس ما تصدعينيش يلا. بوليس؟ موت. لا لا هي البوليس. اش كديري؟
احترمي راسك. بوليس جمع شي درتي. جمع يلا. هاك وعدتيني. جمع شكون ديري؟ وين زينب؟ يمكن نديرو لوطوبسي، جات رخصة ديال الوكيل الملك. واخا حمد، ميرسي. يلا هود. هاد المرأة هادي مالها معايا؟ بغيت نعرف غير اش درت؟ إلا ريحة الزبل في الأرض، اش درت؟ درتي بزاف، وهاد البلاد هادي ماشي زبالة. غادي نعرف انا اش غادي ندير. صافي والله حتى غادي نقول بلاتي بنتي بلاتي بلاتي. نسيتي هاد السيجار ديالك. يا بنيتي درويشه مسكينه عايشه بوحدها هي وديك المشيشه ديالها. كانت مسكينه كتقرا ليل ونهار مسكينه وهي تحفظ ما تاكل ما تشرب راه معيوده قدوك كانت مقابله على القرايه. ايوا مسكينه كلشي كيقول بلي انتحرات. ولكن الا حنا دابا ما نقدروش نعرفو حتى يخرجوا التحاليل. ما يمكنش ما كان كيديروها ليا بنيتي بالعاني. شكون هادو بالعاني كيديروها ليا؟ بغاو يسطيوني بغاو يحمقوني يا بنيتي. ديما كيديروها ليا بنيتي. ديما بنيتي كيعصبوني هكا. صافي رنا تهدي. كي غندير بنيتي تنتهدن؟ هالي دق هالي كيفاش غندير انا تنسكت؟ كي غندير انا عقول ليا كي غندير تنتهدن؟ صافي رنا غير تهدي. راه بزاف عليا هادشي. الله يخليك. راه بزاف عباد الله راه حرام عليكم هادشي اللي كديرو. صافي يا بنيتي واش تصوري ليل ونهار بنيتي هكا راه حرام عليهم. واش الفراشات كيجيو حتى لقدام باب الدار ويفرشوا هما لي صوصيص تحت الشرجم ديالي عاد بداو يديروا في الصوصيص. انا غنجري عليك. وراه بزاف عليا هادشي عباد الله وراه بزاف عليا راه حرام.
فلوس يلا دابا 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 غير شويه اخويا فلوس جيب اخويا غير الصاك في الطوموبيل هنا الطوموبيل الطوموبيل هيا يلا نهار السيد روح الماس روح الماس روح الماس يلا حنا الكابو حنا الكابو حنا الكابو حنا الكابو مرا يديك فرق رجليك فرق رجليك ما راقي ما يدار هاد الليله اليوم نقصروا انا وياك في الكوميساري مرا يديك هنا فيك لاباس عليك شي باس ما كاينه شريف شي باس ما كاين هاد المسخوط ما عنده زهر هاد الليله انا من الشرطه العلميه الشرطه العلميه ابنيتي انت البدر ولي فشي شكل هاد الليله حنا طلع راه ولا فشي شكل هاد الدرب الشفاره موجودين فين ما مشيتي ماشي غير الشفاره حتى البيعه والشرايه كيهجموا على هاد الدرب بالكراس ديال الخضره والحوت خانز واش بنيتي كنلقاو الكلاب والمشاش مقتولين في الزناقي وحشومه بنيتي حشومه اسمح لي يا سيدي قلتي المشاش والكلاب مقتولين ايه يا بنيتي مقتولين 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 ايه شكون قتلهم ونعلم الله بنيتي شكون هاد الحماق اللي كيقتلهم والله بنيتي الحرام وحشومه نكونوا موسخين حتى لهاد الدرجه واش حتى صحاب الجماعه ما عرفوا واش كيديروا بارك الله فيك سيدي ما كنت مشكله بنيتي الحمد لله على سلامتك واش كانت شي مره كتمشي في الطوموبيل مع سيد امير كانت شي مره كانت كتمشي مع سيد امير في الطوموبيل سيد امير كان كيمشي بوحدو مدام دامير مدام دامير عندها الطوموبيل ديالها وزيدون شحال هادي ما جاتش للشركه كانت كدير شانل نيميرو 5 وتلبس 37 كانت جالسه اللور ولكن شكون هاد المرأة؟ شكون شمن مرأة راه ما فهمت والو ولا كان كيتسناها وي حميد زين ماشي موسخ تمشي عزيز ضمير الخال ديالو توقف ساعة غميتها ما كاين حتى شي خاص لا ديال القشان ولا ديال العنف ولكن خصنا نتسناو التحاليل باش نتأكدو وي انت فين وصلتي بقريتك انا في باركينغ ديال دامير انفست سبت واحد لي تراس ديال الصبابط 42 43 و37 واحد الريحه ديال العيالات زين ما تقولش هي الريحه اللي لقيناها في الفيسا ديال انتي دامير شانيل نيميرو 5 كما انت لقيت عنده دي بيتي فراكتور في لابواط كرانيال غيكون تضرب في راسو سي دامير داوه البيرون بعد ما تقتل ولكن قول لي علاش علاش يحولوا من هذيك البلاصه للبيرو ديالو غنعاون عيط لك واخا واخا يلا شانيل نيميرو 5 كاين شي دروج اللي كيديو ديالك للبيرو ديال السيد امير اه كاين تفضل
الو حميد، عرفتي شنو؟ تبص واحد الساك عامر بالفلوس في الكوفر ديال الطوموبيله ديال السيد امير. افكتيمون كان عندك الحق اسين، كان تياخذ تيلاتر، كان مريض بزاف. انا غنمشي نشوف مدام دمير دابا. يلا تعالوا نطلعوا. نقولكش ندير هاد الساك دابا. هاد الساك دابا ولا ملكيه البوليس اسيدي. شكرا. خير لله وفي سيح الجامعة من الشرطة العلمية. جيتي باش تسوليني واش انا عارفة بلي راجلي كانت عنده علاقة بمرأة اخرى ياك؟ الرجال اللي بحال الشكل ديال راجلي اللي لابس عليهم بزاف كيكون سهل عليهم باش يجذبوا بزاف ديال العيالات صغارات غزالات لا بلو فيفونت. انتي مجوجة؟ لا. كيقولوا بلي لاغوتين كتقتل الجواج. كنظن بلي الناس كيتزوجوا غير باش يرضيو عائلاتهم ماشي يقلبوا على الأمان أو يقلبوا على حوايج أخرين، ولكن ما كيقلبوش على الحب. هذيك المرة اللي كان يعرف راجلك كنتي كتعرفيها؟ 10,000 وحدة اللي كان كيعرف. أنا وراجلي تقريبا ما بقيناش كنتشوفو، ولينا برانين على بعضيات. مدام دمير ما عندها تاش علاقة مع الموت ديال راجلها، ما كتستعمل شانيل نيميرو 5. اخباري لقينا المرأة مولات الريحة نادية مروازي 31 عام الريسبونسابل ديال ديبارتمون فينونس في دامير انفيست. مشاو البوليس يجيبوها، غيكونوا في الطريق.
أنا جاي دابا يلا دوزي. راه غادي يجيو الكلاب والمشاش ياكلونا. تلقوا مني بعدو مني تلقوا مني. راه الكلاب والمشاش غادي يجمعوا علينا. خليوني تلقوا مني تلقوا مني. تلك الكلاب والمشاش غادي يجيو. تلقوا مني تلقوا مني بعدو مني. هو موجود السي بركات. اش غادي نقول لك؟ الجمل صبرني حتى لاروتريت. بنادم غريب. ما كانش كتحمل الصداع ديال الكلاب والمشاش. ولكن علاش دارت لها السم ديال الفيران؟ البنت جارتها عاقت بها. داكشي علاش قتلتها وبغاتنا نتيقو ملي انتحرت. عمرنا ما غنفهمو هاد التصرفات ديال بنادم. عرفنا بلي كان عندك علاقة مع السيد أمير. عرفنا بلي كان مريض ومات بسكتة قلبية. إلا بغينا نعرفو حنا شكون اللي بغانا نشكو بلي مات مقتول؟ وبالضبط علاش بغانا نعرفو بلي مات مقتول؟ توا ما عارفينش مي حنا كنا غنجوجو. نصيمي نصيمي فريمون أوني تي بيان. من اللي عرفتك ولاد الحرام شكون هما هادو؟ شكون هما هادو؟ واحد كيبغي غير برادة وتحب حتى نبغي تونسو حمد الرئيس بلا ماني. ايوا اقل من 5 دقائق مصطفى دار بلاصتو مع عزيز. محتاجين الشركه تكون معروفه بزاف دير معاهم بلانشيمون دارجون. بغيتي تقولي بلي لا ميرين فاس كانت كدير بلانشيمون دارجون؟
حديث ما عمره ما بغى يتعامل مع دوك الناس. وكيفاش بغيتي تفهمي لينا الفلوس اللي صبنا في الكوفر؟ كان عندهم شي تصاور ديالنا. واش منوع ديال التصاور؟ كنا في الوطن انا وياه وفاجئونا بشي تصاور. واحد النهار كان باش ياخد واحد المارشي كان عطاه الفلوس واحد المسؤول كبير في واحد الاداره رشوه. صح ضمير ما كانش بارحة عزيز ما كانش من داك النوع عزيزتي. ولا لا نجا شنو طرا داك النهار؟ ممنوع التدخين انسه حتى هذاك الشيء رجع لنفسه. في بالينا بلي انسه مروازي ما بغاش تقول لنا كل شيء. ندوزو هاد النهار كذوب وصافي. هذاك النهار اللي ولد الباركينغ باش لحق عليه لقيت واقف مع براد كيسين كيدابزو بجوجهم كانوا معصبين كيتغاوتو ما عرفتش. سيدي كنقول لك هذه ألف مرة ما غاديش ناخذ الفلوس. الو ما بغاش يقبض الفلوس. وسيدي هضروا معاه نتوما. انا عايز ما نهضر معاه. الحماق هذا راه الحماق. قول لهم ديك الفلوس الموسخة ديالهم يخليوها عندهم. سمعتوا اش كيقول؟ سمعتوا اش كيقول؟ عزيز راه غادي ياكلوك وانت حي انت وديك المسخوطه ديال ناديه. ما تقولش ناديه 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 ما تقولش ناديه. عزيز 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 كان على السي برادا ولي عقل القضيه. شنو بغيتي تقولي؟
دابا صحابو بغاو يبينوا بان راه كانت جريمه قتل. ناد السي برادا تكلف لهم بالقضيه، ولكن في الاخر خافوا لي يفضحهم وما يتفكوا منه. سي برادا كيسمع لصحابو علاش يعقدوا الامور والسيد امير مات بسكته قلبيه. اني سامرواسي هادوك الناس اللي خصهم يكونوا جالسين بلاصتي هنا راكم عارفينهم شكون هما، هما القتاله، هما المجرمين، هما اللي خصهم يدوزوا حياتهم كامله في الحبس. انا ما عندي ما ندير هنا، انا خصني نمشي. دكا الله يرحمهم. فين غادا انيسة؟ رجعي بلاصتك، خصني نمشي فحالي. جلسي في بلاصتك. حميد عندي لك واحد السيناريو اخر. نداو النهار اللي السي دامير ضارب مع السي برادا في باركينغ ديال دامير انفيست. لي فراكتور اللي كانوا في الراس ديال السي دامير كانوا بروفوند، والجسم ديالو كان ثقيل. هذه ما تكون غير شي مرة. حميد نمشيو نشوفو صحابنا البرلمانيين. لا لا شكون انا؟ والله ماني انا. لا واحد نخرج عليكم. سمعتي نخرج عليكم كلكم. لا جديدتي غير بوليسيه. سمعتي اه بوليسيه. لا عندك الحق سيدي، انا غير بوليسيه، لكن سوا واحد ما فوق القانون لا انت ولا غيرك. يلا ديوها عليا. كريم يمكن لك دابا تمشي تكتب داك لاختيك ديالك وبالدارجه. هذا الشيء مقصود. واخا مقصود، أنا جاي.